نهاش. بالفعل هذا هجوم المنتخب الوطني التونسي، يقدم إمكانية التهديف ياسين، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق ياسين الدريدي، هدف الثاني، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق ياسين الدريدي. كانت كرة من الجهة اليمنى من آدم، من آدم قرب، من آدم قرب. بالفعل آدم قرب، أمامكم الإعادة، وياسين الدريدي غالت الحارس وسجل الهدف الثاني، هدف التعادل 2-2. دونك واضح في الكرة معناها كي حكينا وانه تحسننا في